خلاص نرجع سنة بقى عشان الناس بعد اذنكم، نرجع سنة عشان الناس بعد اذنكم. استنى بقى انت بقى عشان انت مثلا اقعد شوية، انت ارجع بقى عشان الناس. عشان انت بقى يا مكان يعني صراحة كنت شايفين وصول. الأخير يعني الموسيقية الأستاذ مصطفى. كان المستقبل عزاء المستر الراحل محمد أبو اليزيد هنا في مسجد الحمدية الشيخ زي ما حضراتكم شايفين يعني شاهد مؤثرة وحزن شديد على الاستاذ مصطفى كامل هنا لحظه استقبال عزاء محمد ابو العزيز صديقه وعضو نقابه المهن الموسيقيه. ليه روح ورا ليه؟ هيعمل ايه بقى هو؟ خلاص يا جدعان يا اسطى يا عبد السلام يا عزام كلب انا واقف وراك يعني لا لا لا
لا ما في الدمونوف ده معايا المخلوقي مراد مكاريوس ها و ولد عمي ده وفي واحد تاني بيقول لي هدي لك ما اشوفش حاجه والله العظيم صح يا ولدي لا لا كلها جايه هناك والله وانا اعمل ايه بقى اللي بيحبوني بس انا مش عارف من قصه الحرام على حسب ما انت بص على حسب الانسان بيتعود عارف لو انت اتعودت على حاجه